احنا التاريخ بدمنا ومعانا عمنا السيد بدر سيد هاشم سيد عبد الراعي. عمي اليوم 26/0/1445 لاثنين عفوا صخره الموافق 11/9/2023 وقرب المولد النبوي يعني شهر ربيع الاول على الابواب. واخوك الوالد سيد هاشم السيد احمد الرفاعي الوزير نائب شيخ الطريقه رفاعي الصوفيه ابو الموالد. شنو تذكر موالد النبويه اول قديما بالكويت؟ موالد حلوه والله العظيم انا لما اسمعها الدمع الله. وحين نبي نسمع تسجيلاته ما عندكم؟ بلا موجوده باليوتيوب ان شاء الله. من اول يسوي المولد النبوي غير اخوك ابو يعقوب الرفاعي؟ اقول ملا الوه ولا عيسى ملا الوه عيسى المطر ملا يمعى الفيروز هاي الاسمراني ملا عيسى المطر لا ملا عيسى ملا عيسى مطر بعد اي صح والله. الكويتيين اول اكثر شيء وين؟ مسجد السوق الكبير احتفلون بسوق الشاه يسمونه مسجد شاه شاه الصقري صح هي سايدة مع الهنود. ايوه صديقة يدتنا رقية احمد حسين الفضالة زوجة يدنا احمد سيد صالح الرفاعي هي كانت تحتفل بعد. اي ما شاء الله الحمد لله يا رب يا رب على العقيق اجتمعنا ان شاء الله ما نستغني عنكم سلم على الجميع الله يجزيك كل عام وانتم بخير الله يسلمك.